في حلقتنا الأولى من برنامج يعرف أكثر راح نعرفكم على مركز الأبحاث والتطوير R&D للخرسانة الجاهزة، ويعد هذا المركز أول مركز متخصص بأبحاث وتطوير الخرسانة الجاهزة بالقطاع الخاص بالسعودية. يحتوي المركز على مختبر متكامل معد خصيصاً للاختبارات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والتحليلية، بالإضافة للاختبارات الحرارية والمتعنة على المواد الإسمنتية وغيرها، كما يقوم بإجراء تدريب أساسي لكل موظفي الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة. وسنقوم بجولة مع مدير مركز الأبحاث المهندس خلدون صليعي للتعرف على ما يميز هذا المركز عن باقي مختبرات شركات الخرسانة الأخرى. جهاز قياس الانكماش بالليزر. يعمل الجهاز بتقنية حديثة لقياس الانكماشات الإسمنتية ومنتجات المونة، وهي تقنية نادرة أهلت الشركة السعودية لتطوير منتجات إسمنتية ومونة بجودة عالية. ويتم فحص منتجات المونة مثل اللياسة والسكريد واللاصق بشكل روتيني بوساطة هذا الجهاز. جهاز الأشعة السينية X-Ray، طبعاً هذا مختلف عن X-Ray اللي نعرفه مستشفى تفحص، لا هذاك غير وهذا غير. عمار صلاط مشرف مختبر الإسمنت بيعرفنا على هذا الجهاز. يستخدم جهاز الأشعة لفحص جودة مادة الإسمنت والإضافات الإسمنتية مثل المايكروسيليكا والرماد المتطاير، بالإضافة إلى GGBFS. يقوم الجهاز بتحديد العناصر الكيميائية للمواد المختبرة بدقة عالية، ويوفر تحليل كيميائي موثوق لضمان استخدام المواد الإسمنتية الأعلى جودة في الإنتاج. متخيل خرسانة تكون خفيفة وتطفو فوق الماء؟ مارك أنتوني، show me the magic. هناك العديد من أنواع الخرسانة الخاصة اللي تنتجها السعودية للخرسانة الجاهزة، مثل الخرسانة خفيفة الوزن وثقيلة الوزن، وأنواع كثيرة لها مميزات متنوعة وخاصة تتناسب مع كل مشروع واحتياجات. جهاز قياس التدفق الريوميتر. الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة الشركة الوحيدة في المملكة اللي تملك هذا الجهاز. المشرف الفني المهندس وسام الرئيس بيعرفنا على هذا الجهاز. جهاز الريوميتر يعد أحد أجهزة القياس المتقدمة في اختبارات الخرسانة، حيث يستخدم الجهاز لتطوير خلطات الخرسانة ذاتية الرص والخلطات الخرسانية ذات التدفق العالي، ويعد من الأجهزة الفريدة لتطوير خلطات خرسانية ذات موثوقية عالية من ناحية قابلية التشغيل للخرسانة ذاتية الرص. اختبار نفاذية الكلور RCB Test يعد هذا الاختبار أحد الاختبارات المستخدمة في فحص ديمومة الخرسانة، يعني يقول لنا كم العمر تقريباً. بيعرفنا عليه طه أحمد أحد الشباب الفنيين بالمختبر. ويستخدم هذا الاختبار كأحد الاختبارات المعتمدة عالمياً لتطوير حلول الخرسانة ذات الديمومة العالية للمشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية. اختبار النفاذية المائية. يعد اختبار نفاذية الماء أحد الاختبارات المعتمدة عالمياً لتطوير حلول خرسانية ذات ديمومة عالية للمنشآت الملامسة للماء كماء البحر والمياه الجوفية وغيرها. وعادة ما يتم تنفيذ هذا الاختبار على الخرسانة المستخدمة في بناء خزانات المياه، السدود والمنشآت البحرية وغيرها. تقنية IQ Drum. علي الفكيه بيعرفنا على هذا الجهاز. جهاز متقدم لمحاكاة ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن تفاعل الإسمنت والماء في المنشآت الخرسانية الكتلية كالأساسات والجدران ذات السماكات العالية والجسور العميقة والسدود. يساعد بتوفير تقييم دقيق للخرسانات الكتلية، وذلك لضمان عدم حصول تشققات حرارية في مثل هذه المنشآت. كنا معاكم في مركز الأبحاث والتطوير بالشركة السعودية للخرسانة الجاهزة. نشوفكم الحلقة الجاية من برنامج اعرف أكثر عن السعودية للخرسانة الجاهزة.